يا هلا والله فيكم، انا ريما. اليوم كان عندنا تدشين سياره كيا 3، حدخل جوا وحسال الشباب ايش رايهم في السياره الجميله هذه بعد ما عملوا التست درايف. والله الكي 3 صراحه مريحه بالخط اللي سيناها اليوم، وخاصه استجابه الشاشات وراحه المقاعد. سياره اقتصاديه بس والله يا عليها وجهيه، الاناره الاماميه لحالها رعب في الشارع. هذا يمكن يلخص لك، غير ان صرفيتها في البنزين 16.8 تمشيك كيلو على لتر واحد. طبعا سيارة مدينة كي 3، سيارة جميلة وحلوة، يعني فئة جديدة من سيارات كيا. وبصراحة أنا معجب في موضوع أنهم صغروها شوية عن السيراتو وكبروها عن الريو. بنفس الوقت هي سيدان على كروس أوفر، فهي سيارة مناسبة للي محتار بين السيارتين. والله واحدة من السيارات جدا جميلة، من الأحجام المناسبة، لا هي صغيرة مرة ولا هي خلينا نقول الوسط، لأن تعتبر من فئات صغيرة. عجبتني مسوقتها جدا ناعم. استجابة السيارة للدعسة كانت جدا ممتازة مقارنة بالسيارات اللي تواجهها بالسوق.